السيدات والسادة، تابعنا مع حضراتكم وقائع القمة المصرية السودانية الأثيوبية التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، وتم فيها التوقيع على وثيقة الاتفاق في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الأثيوبي، حيث قدم الرؤساء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري والرئيس وبهذا الأجير. التوقيع أيها الإخوة، وبهذا التوقيع أيها الإخوة على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، ينتهي هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.